في النقطه اللي بسانت سالت عليها لو حد حابب انه يتبرع بفص من فصوص الكبد هل الباقي من الفصوص داخل جسمه هيبقى فصين تقريبا مظبوط لو انا الكبد عباره عن فصين فص يمين وفص شمال هيتبرع بفص منهم التبرع غالبا بالفص اليمين وبيفضل عظيم. للمتبرع الفص الشمال فص الشمال ده بينمو هيقوم بكل المهام بالظبط بينمو خلال من من فتره من 8 ل 12 اسبوع بينمو بيرجع للحجم الطبيعي للكبد بس في صوره فص واحد م. وبيعمل كل مهامه العاديه ان شاء الله ما بيتاثرش الشخص المتبرع باي شيء بيفضل زي ما هو سليم معافى بالزبط. والكبد بيقوم بكل بالزبط. طيب ده ده شيء عظيم انا حابب من حضرتك نستفيد شويه في فكره القانون لعل وعسى نقدر يعني نساعد بشكل او باخر في نقله للناس اللي بتفرج علينا دلوقتي من المشاهدين عشان يكونوا في اطار الصوره الواضحه للقانون الموجود في مصر احنا دلوقتي لازم الشخص يكون في مصر حي يعني انا اكون عايشه على حياه عيني عايز اتبرع لشخص ما لكن من يقرر في وسيطه ان هو بعد ما اموت حوهب جسمي للتبرع او للبحث العلمي ده مش موجود مظبوط؟ حاليا ده مش موجود في مصر. موجود في كل دول العالم تقريبا من ضمنها طبعا في دول عربيه واسلاميه زي المملكه العربيه السعوديه زي ايران زي مثلا منطقه الشرق الاوسط نقدر نقول تركيا يعني مناطق كتير وطبعا كل الدول الاوروبيه وكل الدول الولايات المتحده الامريكيه ده النوع السائد عندهم م. الطبيعي هو عندهم المتبرع حديثي الوفاه. احنا عندنا في مصر ما فيش غير متبرعين احياء وده موجود في القانون اللي طلع سنه 2010 موجود في القانون القانون بي. بينظم كل عمليات التبرع بحيث تتم بشكل قانوني بشكل امن بشكل يقفل تماما باب التجاره او باب المتاجره بالاعضاء بس اللائحه التنفيذيه ما تفعلتش لسه لحد دلوقتي لحد دلوقتي بالظبط حضرتك كنتي بتقولي ان المتبرع من الاحياء وكمان هو من الاقارب يعني انا ما لو حد غريب ما ينفعش يتبرع لحد تاني لازم يكون قريبه من الدرجه الرابعه آه يعني لغايه الدرجه الرابعه آه هل زي ما حضرتك قلتي هل الخوف من تجاره الاعضاء ليه احنا مش مش عاملين ده يعني ليه احنا مش قادرين حد غريب يبقى بيتبرع هي من الناحيه الطبيه ما فيش موانع لو م. لو في توافق في فصيله الدم ومن من الناحية الصحية مناسب ممكن يتبرع بس م. طبعا من الناحية الانسانية احنا بالنسبة لنا ما بنقبلش ده في جامعة عين شمس باعتبارنا مركز جامعي وتعليمي زي ما حضرتك بتقولي عشان نقفل تماما باب التجارة او ان يبقى فيه شبهة بيع او شراء او حاجات زي كده. م.